تعالوا بقى نروح لرسالة الكابتن محمود الخطيب بعد الفوز، واللي ابتداها بالتوجه بالشكر إلى ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا بيؤكد أنه هو صاحب الفضل الأول في الفوز ببطولة السوبر، ثم جماهير الأهلي الوفية التي تستحق أن يضحي الجميع من أجلها، وهي جماهير تمثل السند والدعم لناديها في كل المواقف وفي كل زمان ومكان. وقال نصا: لاعبي الأهلي وجهازهم الفني يستحقون التحية والتقدير على الروح العالية والأداء الرجولي طوال زمن المباراة، واستطاعوا أن يسعدوا جماهيرهم ببطولة غالية مع انطلاقة الموسم الجديد. كمان وجه كابتن محمود الخطيب الشكر طبعا لدولة الإمارات الشقيقة لحسن استضافتها لبطولة السوبر، وما لاقته بعثة النادي الأهلي من كرم الضيافة وحفاوة وحسن الاستقبال منذ لحظة وصولها. وأضاف إن هذا ليس بجديد على الشعب الإماراتي الشقيق اللي بيرتبط بأشقائه المصريين بعلاقات تاريخية وطبعا وطيدة وموثقة بالمحبة والتآخي على مر العصور. وربنا يديم المحبة دي من عندنا، ربنا يديم المحبة دي. طيب.